وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم. رح نحكي عن مرض يمكن كتير مهم ما بفرق بين الصغير والكبير، وهو مرض السكري. اليوم بدنا نحكي كيف ممكن انه يمكن تشخيص سهولة مرض السكري عند الأطفال، ولكن شو اللي طبعا المشاعر، شو اللي بيشعر فيها الأهل إذا صاب طفلهم الصغير بمرض السكري بأعمار صغيرة كتير. نحكي عن الموضوع أكثر ونجاوب عن بعض الأسئلة طبعا اللي ممكن كمان تكون كتير مهمة. اليوم معنا بهجة عكروش، الدكتور الأخصائي بطب الطوارئ. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الصحة والعافية. أكيد بدنا بهذا الشهر، شهر التوعية بمرض السكر لدى الأطفال، نتمنى الصحة والسلامة لجميع الأطفال، ومن واجبنا كمان التوعية مع حضرتك وجميع الأطباء المختصين. بالبداية خلينا نعرف شو هي الأعراض يلي بتنبئ أو تنبئ بوجود مرض سكر عند الأطفال، والأعمار يلي ممكن تكون موجودة. مثل ما تفضلتي، أول شيء بداية نتمنى الشفاء دائما والصحة والعافية لكل ناسنا، لكل أهلنا، لأطفالنا ولأخواتنا. مرض السكري مرض شائع للأسف كبير، ومثل ما تفضلت الأستاذة زينة أنه ما في لا بيعرف لا صغير ولا كبير، لا بيعرف طفل ولا بيعرف. لكن في نوعين، نمطين من السكري، هو السكر الشبابي والسكر الكهلي. السكر الشبابي هذا اللي ممكن نشوفه نحن عند الأطفال، للأسف أنه ما في سبب واضح مسبب لهذا المرض. طبعا مجهول السبب، لكن هو بالنهاية بيقولوا غياب جزر موجودة بالبنكرياس، هي لانجرهانس الموجودة اللي بتفرز الأنسولين. هلأ هي آلية بسيطة جدا لسبب وجود المرض أو السكر الشبابي عند الأطفال. هلأ شو هي الأعراض بالنسبة لسؤالك؟ سؤال كتير، في مجموعة أعراض ممكن نشوفها عند الأطفال. أهمها هي العطش الشديد، بنلاقي الواحد الطفل دائما عطشان، حتى الجوع الشديد أيضا. في شغلة تانية، ريحة نفسه بنلاقيها شوي غير محببة. بنفس الوقت بنلاقي في إرهاق دائما. ممكن يكون في نقصان وزن دكتور؟ نقصان وزن؟ طبعا نقصان الوزن هو من أحد الأعراض أو العوارض لمرض السكري. الإرهاق الشديد، الاستسارة السريعة، يعني بتلاقي دائما عصبي. هي في عرض أخير ممكن يكون هو التبول بالفراش. بنلاقي مع أنه عند الأطفال اللي معودين أنه يطلعوا على الحمام أو إلى آخره، لكن بتلاقي هون بيقوموا الصبح بتلاقي فيه تبول بالفراش. هي كمان لازم تكون موجه أساسي لإصابة بالسكر. إذن هدول هن مجموعة الأعراض اللي ممكن نحن نشوفها. طيب دكتور، ممكن يكون مرض السكري من خلقة الولد، من الولادة يجي معه سكري ولا لا؟ ممكن يكون وراثي او ممكن يكتسب من الرعبه. ما بيقولوا احيانا اذا الرعب الولد او خف ممكن يصير معه سكري، فشو صحه هي الاقوال؟ لا، الاقوال شوي متضاربه. يعني هلا هي بشكل عام مثل ما حكيت في بدايه الحديث، هو نقص بجزر لانجرهانس. هلا بيقولوا احد الاسباب اللي بتسبب هذا الشيء هو الجهاز المناعي عند الطفل. هذا الجهاز المناعي يقتل جزر اللي بتفرز الانسولين. فبالتالي ليش بيصير هلا؟ ممكن ندخل بقى على المقولات اللي عم تنقال، انه الرعبه، ممكن احيانا الرعبه بتعمل لك ضعف بالجهاز المناعي او تعمل له تحفيز معين. هذا التحفيز يمكن ان في بعض الاحيان له علاقه وراثيه، له علاقه بالحاله العائليه، انه بالجينات الموجوده ممكن هي تقتل الخلايا وبالتالي تمنع. يعني الرضيع دكتور، يعني الرضيع اللي بينولد حديثا ممكن يكون معه سكري؟ ممكن جدا. طبعا ممكن، ولذلك هو بنسميه شبابي من البدايه، منه بيولد طفل هو بحاجه الانسولين. طبعا بالبدايات الطفول او بدايات الولاده في شيء لسه بيكون الجهاز المناعي غير مكتمل عند الطفل، لذلك بخف شوي لبين ما يكون بلش الجهاز المناعي. لذلك مثل ما حكينا انه الجهاز المناعي هو الاساسي اللي بيقتل الجزر لانجرهانس الموجوده بالبنكرياس اللي بتفرز الانسولين. فاذا كان لسه غير محفز الجهاز المناعي، لسه بيكون
في بطء بعملية الإصابة، لكن على الغالب يعني يصاب الأطفال في كل الأعمار من الطفولة، وممكن أن يؤدي إلى مرض السكر الشبابي. بعض الأمهات كمان دكتور بنلاحظ عندهم حالة خوف أو رعب مثل ما بنقول بالعامية من الأكلات الطيبة يلي بيكون فيها نسبة سكر كتير عالية، من المشروبات والعصائر يلي بيكون فيها سكر مصنع كمان بنسبة كتير عالية. بيقولوا دائما ما بدنا نوقع بمطب يصير مع الطفل سكر، هي المأكولات ممكن تكون أحد أسباب إصابة الطفل بالسكر حتى خاصة أنه بالأعمار الصغيرة؟ بدنا نحكي علميا ومنطقيا طبعا. لا، لانه الجسم لما يكون في عنده توازن حقيقي والانسولين عم يفرز بشكل طبيعي، كل ما بيجي سكر اضافي بيجي الانسولين بيتحرض بينفرز وبالتالي يحرق السكريات. لكن هذا لا يمنع انه نحن يفترض انه نمتنع عن هي الاكلات او نخفف منها قدر الامكان، وخاصه المشروبات الغازيه وغيرها من هذا النوع. لكن ليست هي السبب في انه يحصل السكري عند الطفل، يعني ليست هي اسباب المرض. الأسباب المرضية مثل ما حكينا عنها لها علاقة بالأنسولين وإفرازه أو الجزر اللي بتفرز هذا الهرمون. أما أنه يعني أنا أكلت حلويات صار معي سكري، ترفع له السكر بالوقت اللي بوقت معين لحتى يتحفز الأنسولين ويفرز ويحرق من السكريات الموجودة الإضافية في الجسم. لانه اساسا الانسولين شغلته هو بيجي السكر من الخارج عن طريق الطعام يدخل الى الجسم الى الدم، فبيحرق هذا الجلوكوز وبيحوله الى خلايا الجسم. فاذا كان الانسولين كافي وبالتالي اي شيء اي سكريات عم تجي على الجسم عم تحرقه، وبالتالي ما بصير عنده مرض سكري. بصير عنده زياده بالسكر بفتره ويحترق بعدها، لكن لا يحصل عنده مرض سكري إلا إذا كان في عنده خلل جيني أو خلل وراثي أو خلل عائلي بيؤدي إلى حصول داء السكر. طب دكتور، أحياناً بصير في ارتفاع مفاجئ للسكر عند الأطفال، كيف ممكن الأهل يصفوه أولياً وكيف ممكن يتصرفوا بهي الحالات؟ طبعاً ارتفاع السكر لازم الأهل يتعودوا تماماً على كيفية التعامل معه. اولا مثل ما تفضلت الفرح هلا بشوي، انه اهم شيء نحن اول شيء نمنعه من تناول الاطعمه الغنيه بالسكريات. اي قدر الامكان هذا شيء، هذا واجب على الكبار وعلى الصغار. لكن عند الاطفال عندما يكون هناك ارتفاع بالسكر يجب ان يكونوا متعودين اساسا، لانه الاصابه بالسكري عند الاطفال السكر الشبابي هو يحتاج الانسولين، ما عاد يحتاج الى علاج فموي حبل الانسولين لكن الابر. وهذا من اهم واجبات الاهل، حتى المريض نفسه لما يكبر شوي يصير واعي يتعلم كيف ياخذ ابر الانسولين، لانه هي الابر تحت الجلد لازم يتعود كيف ياخذها. والاهالي او الاهل اهل الطفل أو أهل المصاب بالسكري وخاصة السكر الشبابي المعتمد على الأنسولين يجب أن يتعودوا كيف بيتعاملوا مع إبر الأنسولين وكيف ياخذوها. وطبعا هذا الحكي أيضا كمان له مخاطر، في أنا أعرف يكون في عندهم دائما مقياس للسكر، لأنه أنت الأنسولين ما بتعطي بشكل عشوائي، بدك تعطي وحدات معينة تتناسب مع مقدار السكر المرتفع. ما بيصير أنا عندي والله ارتفاع سكر بحدود 40 أو 50 ميلي جرام وإجي أنا أعطي 50 وحدة أنسولين، هنا بيعمل له انخفاض سكر سريع وبالتالي ممكن يعمل له مشاكل أكثر بكثير. فإذا يجب أن يكون هنا حالتين أساسيات التعامل ويكونوا متعلمين مسبقا، هي قياس نسبة السكر بالدم وبيتعلموا كيف بيعطوا الإبر الأنسولين ومقدار الوحدات الأنسولين لازم تتاخذ نتيجة الكمية اللي موجودة بالجسم أو في الدم من السكر. فالتعامل البسيط جدا بكل بساطة هو فورا قياس الدم وإعطاء الأنسولين المناسب، غير هيك ما لنا أي طريقة تانية للأسف بالتعامل إلا من خلال العلاج بالأنسولين مباشرة. تمام. عم نحكي دكتور عن تغيير نمط حياة كامل بعد معرفة الأهل بإصابة أطفالهم بمرض السكري، منا معرفة قياس نسبة السكر وكيفية التعامل مع الطفل المصاب. خلينا نحكي بالتفصيل كيف ممكن يتغير نمط هالحياة، نسبة الشفاء بشكل كامل للأطفال، هل هي ممكنة أو ممكن ترافقوا مدى العمر؟ للأسف يمكن كلام ما يسر الجميع، لكن إذا كان في غياب بالجزر اللي هي مولدة للأنسولين للأسف لا ليس هناك من أفق في هذا الاتجاه في موضوع أنه شفاء كامل أو تام.
هلا طبعا في دراسات كبيره والعلم لن يتوقف ولم يتوقف بيوم من الايام في عمليه زرع جزر لانجرهانس ضمن البنكرياس. يعني في دراسات تقول بهذا الاتجاه في جزر في زرع الجزر، وبالتالي يعني يصير في توليد للانسولين. طالما هاي التقنيه لم تحدث، اذا نحن بنقول نحن ما نتعايش مع المرض بشكل دائم طول الحياه، ويمكن ان نعيشه بشكل كثير بسيط وبشكل كثير عادي. يعني الناس تفكر انه كثير صعبه، لا ما انا صعبه، مثل مريض الضغط، مثل مريض القلب اللي بياخذ دواء ضغط اجباري طول عمره بدل ما ياخذ ضغط، لكن بيعيش حياته بشكل طبيعي وبشكل عادي. ومريض السكري ايضا يستطيع ان يتعايش مع حياته بشكل كثير طبيعي وبشكل كثير بسيط طول حياته، اذا يعني وفر الظروف المناسبه لهذا الموضوع. اهم انه طبعا الابتعاد عن الاكلات ما حكينا، الاكلات اللي بترفع السكر بشكل عالي، الحالات اللي يعني السوائل الغازيه او المشروبات الغازيه، الاكلات الفاست فود بشكل رئيسي، النشويات، السكريات، الحلو، يعني كل هذا النوع. دكتور كل الاكلات الطيبه ما حيكون ممنوع. شوفي دائما بنقول نحن لما بتاخدي انت بالمعتدل، نحن ما عم نقول محرومه منه. تمام. في فرق بين ان انت محرومه منه بشكل نهائي، وفي انك انت تاخدي بالقدر المعتدل. تمام. يعني انا جاي على بالي باكل شرحه تفاحه مثلا، ما شرط اكل تفاحه وتفاحتين وثلاثه، يعني هي اذا انا مشتهيتها. تمام. قطعه حلو بالفتره بالاسبوع اكلت لي قطعه حلو، اذا كثير مشتهيه فليكن. لكن نحن مشكلتنا ست فرح بحياتنا بنقعد بنضل ناكل أفراد. لحتى انه يعني لدرجه التخمه. الحياه يعني دائما حتى بالنصيحه انه دائما في ثلث بمعدتك، ثلث لاكلك وثلث لشربك وثلث يعني لازم ترتاح فيها. فانت المفروض اوتوماتيكيا وبشكل طبيعي جدا حتى لو كان جسمك طبيعي المفروض انت تاخذي الثلث. تمام. فنحن لا بناخذ يا واحد يا واحد ونص او واحدين احيانا. فهذا الحكي هي مشكلتنا نحن بالتعامل. فلذلك فيما يتعلق بالتعامل مع مريض السكري، طالما نحن بدنا نكون مقتنعين انه العلاج الشافي النهائي فيما يتعلق بالسكري الشبابي للاسف حتى الان يعني ما نوارد. فاذا نحن ما نتعامل مع المرض هو بشكل حياتنا بشكل دائم، نحن ممكن نعيش 50 سنة وستين سنة وسبعين سنة وثمانين سنة. فأنا يا هل ترى عيشة أنا وعليل ولا عيشة وأنا وطبيعي؟ أكيد. هذا الفرق بين أني أنا أكل كتير، طبعا وقت بدي أكل كتير حيزيد السكر وبالتالي جسمي يهزل وندخل بالمشاكل الكبيرة للمريض السكري. للأسف أنه السكر إذا لم يضبط بشكل صح يأكل هائلة في الجسم وفي كل أجهزة الجسم. نعم. يمكن بيقولوا كمان دكتور السكر الشبابي من أخطر الأنواع السكري، مرض السكري، لأنه بيضرب مثل ما قلت يمكن أي جرح أو أي شيء بيسبب خطر كمان على حياة الشباب. وعم نشوف يعني كتير حالات للأسف بسبب أخطاء شائعة أو أخطاء بالحمية الغذائية اللي عم تصير. شو هي الأخطاء الشائعة اليوم اللي أنت عم تشوفها بالمجتمع وحابب تنبه المشاهدين عنها؟ طبعا يعني الكلام متداخل بنفس الحكي اللي حكيناه، بس انا بدي اوضح نقطه مهمه جدا. ليس فقط السكر الشبابي، السكر الكهلي ايضا يضرب. يعني هو بياثر على الجسم بشكل عام، بياثر على كل الاجهزه، بياثر على القلب، على الاوعيه، على الكليه، على العين، على العظام بشكل عام. لذلك ضبط السكري مهم جدا، كثير مهم بهذا الموضوع، بيؤدي الى يعني تاخر في التئام الجروح، الهزال، الضعف الى اخره، اصابه الاعصاب، التهاب الاعصاب، التهاب الاوعيه الدمويه، ارتفاع الضغط. فهيذا هو السكري بشكل عام وليس فقط السكري الشبابي. يعني هون هي نقطه كثير مهمه. هلا فيما يتعلق بالاخطاء اللي نحن بنعيشها وعم نشوفها بشكل كثير طبيعي، انه مريض السكري للاسف في بعض الاحيان يصل الى مرحله بيأس، بيقول لك اخي خلص بدي ضل اكل. بتلاقي انا في اشخاص بعرفهم شخصيا انه يا عمي ما بصير تاخذ هي الحب يعني البنبوني او كذا او الشوكولا، يلا شو هالمشكله، شو بدها تاثر؟ لكن هذا الموضوع قديش عم ياثر لما بعدين،
فيما يتعلق بالجروح والاصابه بالجانجرين احيانا وعم بتؤدي الى بتر اطراف. معظم انواع البتر اللي بتصير نتيجه السكري، نتيجه الجانجرين. طبعا انا ما عم خوف هلا الناس اللي مصابه بالسكري، لكن هذا الموضوع عندما يفقد المصاب الامل، وهي نقطه كثير خطيره، او يدخل بمرحله الياس بهذا المرض، هو ادخل نفسه في متاهات واصابات كثيره جدا. عندما يتجاوز بحده موضوع الطعام، يعني بيقول خلص، يعني مثل ما قلنا هلا بشوي، اخي انا مشتهي بدي اكل، ما مختلفين اشتهي وفيك تاكل، ما عم نقول ابدا ما تاكل، لكن اعتدال، يجب ان تكون باعتدال ومطلق. اضافه يجب ان يكون هناك مراجعه للاطباء، كثير من اطباء مرضى السكري بينسوا انه يراجعوا طبيبهم. لا، في اطباء غدد واطباء السكري موجودين، لازم دائما، هذا من اهم الاساسيات، انه دائما كل فتره وفتره المريض يراجع طبيبه. هي من الاخطاء الشائعه اللي نحن للاسف عم نشوفها. اذا طعام، في تخبيص بالطعام. اضافه دائما حالات الستريس، وحاله الستريس بترفع السكر. يعني بتلاقي انت بس تلاقي حالك معصبه، روح قيس السكر بتلاقي السكر مرتفع عندك. في ناس بفكر انه يعني الشاي والسكر والشاي والقهوه والى اخره، حط لها شوي، هي حطيت لها معلقه سكر، معلقه السكر فيها 50 ملي جرام سكر بترتفع. فبالتالي نحن لازم نتعود تماما على انه في حاله لازم نعيشها ونتعود عليها، ما نضل مستمرين بحاله العشوائيه بحياتنا وعدم مراجعه الاطباء. اكيد. كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، ومثل ما قلنا ببدايه الفقره حنرجع نعيد، نتمنى الصحه والسلامه للجميع، اطفال وشباب، لكل شخص ايضا مصاب بمرض السكري، نتمنى له الشفاء والالتزام ثم الالتزام بنصائح الطبيب. شكرا دكتور. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا لك. شكرا.